بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الحمد لله التأهل تاعنا اليوم كان مستحق، وإن فزنا بثلاث مقابلات. نشكر جميع اللاعبين، طاقم فني، طاقم طبي إداري كامل اللي ساهموا في الفوز هذا وتأهلنا الحمد لله. نشكر ثاني كل الأنصار اللي وقفوا معنا في ثلاث مقابلات اللي فاتوا، ومازالوا لنا مقابلات واحدة أخرى وإن شاء الله نحضرهم كما يلزم الحال. ثم رانا موالفين نلعبوا في استادنا دوكا، ولفنا على لي روكار تاعنا الحمد لله، وين طحنا نلعبوا هنا في استادنا. ان شاء الله نزيدوا نمدوا اضافه ان شاء الله ونفوزوا بالمقابلات اللي مازالوا ان شاء الله. دوكا ديتو للمدرب، هو على بالو شراو يديه، ثم حنايا نحترم القرارات تاعو. ثم رانا عائله واحده، اللي يلعب ولا اللي ما يلعبش، رانا قاعدين يعني نحبوا نربحوا لالجيري باش تربح ماشي الجوار. الحمد لله نشكر اللاعبين اليوم اللي اداو مقابله في القمه، ومازال ان شاء الله الخير قدام ان شاء الله. اخو حصلتوا فينا يا رب.